ليلة مباركة من ليالي شهر رمضان المبارك نلتقيكم فيها في هذه النشرة، وأهم ما نبدأ فيها بالعناوين. مستشار رئيس الجمهورية اللواء علي محسن يستقبل السفير الأمريكي بصنعاء. ميليشيات الحوثي تعتقل 2 من شباب الثورة وتعيد نشر مسلحيها حول دماج. اليوم مليونيات في عدة محافظات مصرية للصمود ضد الانقلاب العسكري. حياكم الله. استقبل مستشار رئيس الجمهورية للدفاع والأمن اللواء الركن علي محسن صالح اليوم في القصر الجمهوري بصنعاء السفير الأمريكي لدى اليمن جيرالد فايرستاين، حيث جرى خلال اللقاء مناقشة سير تنفيذ المبادرات الخليجية وآليتها المزمنة. وأشار اللواء علي محسن إلى أن نجاح الحوار هو الطريق الوحيد لإخراج اليمن من الأزمات المتلاحقة وتحقيق أمان وتطلعات الشباب والأجيال والأحفاد. وفي اللقاء أعرب السفير الأمريكي لدى اليمن عن تقديره البالغ للنتائج الرائعة التي يحققها مؤتمر الحوار الوطني الشامل، خصوصا وأنه قد قطع مسافات طويلة واقترب من تحقيق النتائج المطلوبة من أجل إخراج اليمن إلى بر الأمان. احتفلت مساء أمس السفارة الفرنسية بصنعاء بالعيد الوطني الفرنسي، وفي الحفل هنأ السفير الفرنسي بصنعاء فرانك غولي الشعب اليمني بحلول شهر رمضان الكريم، متمنيا أن يجلب معه الخيرات لليمن. وقال السفير الفرنسي إنه حان الوقت لكي نبقي أنفسنا بعيدا عن الحلول الجاهزة. من جانبه أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور أحمد عبيد بن دغر أن جمهورية فرنسا ستظل الداعم الأكبر للاقتصاد اليمني وشريكا مهما في دعم ورعاية المبادرة الخليجية والحوار الوطني الشامل للخروج باليمن إلى بر الأمان وبناء اليمن الجديد. الحفل حضره عدد من الوزراء ووكلاء الوزارات وأعضاء مؤتمر الحوار الوطني وسفراء وممثلي السلك الدبلوماسي بصنعاء وعدد من الشخصيات السياسية والاجتماعية. أقدم عدد من المواطنين من أبناء قبيلة آل بنا محافظة البيضاء على نصب عدد من الخيام والاعتصام على الطريق العام الرابط بين البيضاء وصنعاء بمنطقة ذي ناعم للمطالبة بضبط قتلة 3 من أبنائهم قتلوا قبل حوالي شهرين في قطاع قبلي نصبه مسلحون من قبيلة آل هياش بمديرية الطفة على خلفية نزاع على أراض بين القبيلتين. وقال المعتصمون إنه سبق وتم ضبط الجناة وإيداعهم السجن المركزي، وتم إطلاقهم بعد تدخل نافذين موضحين أن لديهم أوامر من المحافظ والنائب العام بضبط الجناة وإعادتهم إلى السجن، غير أن تدخلات النافذين تحول دون ذلك، وهو ما دفعهم للاعتصام حد قولهم. الهياش ودى أمر المحافظ أمر صريح بضبط الجناة وتم ضبطهم، ثم توسطت المشايخ ويعني وفكهم بدون اي سبب، يعني اللي صبحت اليوم الدوله مع القوي والضعيف يدعس، رجعنا اتخذنا لنا ما يعني مقر من الشارع. اقدمت ميليشيات الحوثي على اختطاف وضرب 2 من شباب الثوره بساقين وهما علي صالح صالح والشاب مجاهد علي مرغم قبل ان تعيد اطلاق سراحهما. وفي سياق آخر، أفادت مصادر مطلعة في محافظة صعدة أن جماعة الحوثي المسلحة أقدمت يوم أمس على طرد الوساطة القبلية في منطقة دماج، وأعادت تمركز عناصرها المسلحة على المناطق المطلة على دماج مدعومة بالسلاح الثقيل. وأشارت المصادر إلى أن عناصر الحوثي عاودت احتلال نقطة الخانق التي كانت لجنة الوساطة قد أقرت إزالتها، كما عاودت إخضاع أبناء دماج المارين من النقطة للتفتيش بعد أن عززت عناصرها في النقطة بأفراد مسلحين وأسلحة الرشاشات ومعدلات.
دشنت اليوم بمحافظة دمار خيمة الحوار الوطني تحت شعار بالحوار نصنع المستقبل، بحضور المحافظ يحيى العمري ووكيلي المحافظة محمد الهجري ومحمود الجبين وحسين هديل ممثل الأمانة العامة لمؤتمر الحوار الوطني، وقيادات السلطة المحلية وممثلي الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الاجتماعية بالمحافظة. مديرة المشروع نبيلة الفقي ألقت كلمة رحبت فيها بالحاضرين، وأكدت أن خيمة الحوار تعد وسيلة من وسائل المشاركة المجتمعية، وتهدف إلى إتاحة الفرصة للمواطنين للالتقاء ومتابعة فعاليات المؤتمر ومناقشة تفاصيله. نقل موقع الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية عن الأجهزة الأمنية بمحافظة لحج قولها إنها ألقت القبض على مشتبه بالاشتراك في عملية اغتيال التي استهدفت الطيارين الثلاثة في منطقة العند في 8 مايو الماضي، وهو شاب عشريني يدعى ضياء عبد الله الخلبة والملقب بالصاروخ، موضحة أن عملية القبض تمت في الخط العام بمنطقة الدبا بعد عملية تحر ومتابعة. يذكر أن مسلحين مجهولين كانوا قد قاموا باغتيال 3 طيارين برتبة عقيد، وهم العقيد ناصر محمد عبد الله فارع والعقيد طلال أحمد شهاب والعقيد محسن أبو بكر محمد البغدادي، أثناء ما كانوا على متن سيارة متوجهين إلى مقر عملهم في قاعدة العند الجوية. دشنت اليوم بصنعاء فعالية ورش العمل الخاصة بالمؤتمر الوطني العام لشباب صعدة بمشاركة أكثر من 100 من شباب وشابات المحافظة من مختلف المكونات الشبابية، وتهدف الورشة على مدى يومين مناقشة عدد من القضايا الرئيسية المطروحة بين يدي مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وذلك من وجهة نظر شباب الثورة لبلورة الرؤى والأفكار لتلك القضايا ومعالجتها بما يلبي تطلعات شباب الثورة في إيصال رؤاهم ومقترحاتهم إلى مؤتمر الحوار الوطني. في تدشين ورش العمل الخاصة بالمؤتمر الوطني العام للشباب بمحافظة صعدة، والهدف من هذا هو أن أبناء وشباب صعدة يخرجوا برؤية وطنية شبابية لكل القضايا التي تتناقش في محور الحوار الوطني الشامل، ابتداء من قضيتهم الأم وهي قضية صعدة، ثم القضية الجنوبية والحكم الرشيد للعدالة الانتقالية، وسيناقش خلال يومين رؤى هؤلاء الشباب، وإن شاء الله سيخرجوا برؤية واضحة يعني تنفع في رسم ملامح مستقبل هذا الوطن الزاهر، وتحقق الأمن والاستقرار لمحافظة صعدة ومستقبل إن شاء الله زاهر للجمهورية اليمنية بشكل عام. أظهر تقرير أعده مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي أن هناك استقرارا في أسعار معظم السلع الاستهلاكية في شهر رمضان الحالي باستثناء مادتي القمح والزيت. المزيد في التقرير التالي. كشف تقرير أعده مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي أن هناك استقرارا في أسعار معظم السلع الاستهلاكية في شهر رمضان الحالي باستثناء مادتي القمح وبعض الزيوت التي ارتفعت بنسب تتراوح بين 10 إلى 15%. وأظهر التقرير أن القوة الشرائية للمواطنين تراجعت خلال العام الجاري بنسبة 40% مقارنة بالعام الماضي بسبب عدم التحسن في مؤشر دخل الفرد اليمني. وبين التقرير بأن هناك ارتفاعا في أسعار الخضروات والفواكه بنسب متفاوتة بين 10 إلى 30%، إضافة إلى ارتفاع أسعار اللحوم الطازجة بنسبة 5% كمتوسط. وأشار التقرير إلى أن سوق الملابس يشهد تنافسا كبيرا، إلا أن معظم الملابس المعروضة في الأسواق صينية الصنع مع منافسة بسيطة من قبل الملابس المصنوعة في الهند وتركيا وخروج الملابس المصنوعة في سوريا من المنافسة. دشرت جمعية السبيل الاجتماعية الخيرية الغرف برنامج الإفطار الرمضاني لمعلمي الحلقات القرآنية التابعة للجمعية برعاية كريمة من الندوة العالمية للشباب الإسلامي.
انطلقت بمحافظة الجوف فعالية أعمال المؤتمر العام للشباب بمشاركة واسعة من مختلف المكونات السياسية بالمحافظة. وتهدف الفعالية التي تستمر يومين إلى مناقشة القضايا الرئيسية لمؤتمر الحوار الوطني من وجهة نظر شباب محافظة الجوف. وأشاد محافظ الجوف محمد بن عبود في كلمة له بدور الشباب الفاعل في مختلف جوانب الحياة باعتبارهم ركيزة أساسية للغد المنشود. ومن الشأن المحلي إلى مصر، حيث دعا التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب جموع الشعب المصري الرافضة للانقلاب العسكري إلى النزول في مليونيات حاشدة اليوم الاثنين تحت عنوان الصمود ضد الانقلاب الدموي. يأتي ذلك في ذكرى مرور أسبوع على مجزرة الساجدين أمام دار الحرس الجمهوري. ودعا مؤيدو الرئيس مرسي الذين يعتصمون في رابعة العدوية اليوم 18 في بيان إلى الخروج في مظاهرات كبيرة للمطالبة بعودة الشرعية وإعادة الرئيس مرسي إلى منصبه، مؤكدين في بيانهم أنه سيتم تنويع التحركات وتطويرها. ورفض المعتصمون في ميدان رابعة العدوية منشورات جديدة ألقتها طائرات الجيش منتصف الليل تطالبهم بفض اعتصامهم، كما رفض أنصار مرسي الملاحقة القضائية التي تقوم بها السلطات ضده وضد قيادات إسلامية أخرى. في الأثناء ندد ممثلون عن اتحادات طلابية في مصر بالانقلاب العسكري على الشرعية، وطالبوا بالقصاص لمن قتلوا أمام الحرس الجمهوري، وأكدوا أنهم ماضون في إجراءاتهم التصعيدية إلى أن يعود الرئيس محمد مرسي إلى موقعه. في السياق دشنت عضوات بجماعة الإخوان المسلمين حركة نساء ضد الانقلاب العسكري، وقالت الحركة في بيانها التأسيسي إن هدف الحركة هو مقاومة كل مظاهر الظلم التي جلبها الانقلاب العسكري على مصر، والعمل على كشف كل مظاهر الزيف التي يروج لها الإعلام المعادي لهوية مصر الإسلامية. من جانبه قال الأمين العام لجبهة علماء الأزهر يحيى إسماعيل في مصر إن على القوات المسلحة المصرية أن تتدارك أمرها وتعود لجادة الصواب. وأضاف إسماعيل في بيان أن على الجيش أن يصحح موقفه من قائده الذي أدخله في موقف الضياع على حد تعبيره. هذا وقد خرجت عدة مسيرات مؤيدة لمرسي، فقد انطلقت ظهرا مظاهرة حاشدة تضم شيوخا وطلابا من أمام الجامع الأزهر، يتقدمها وزير الأوقاف السابق طلعت عفيفي والمنسق العام لنقابة الدعاء جمال عبد الستار للتنديد بعزل الرئيس مرسي واتجهت الحشود باتجاه مقر مشيخة الأزهر في محاولة لمقابلة شيخ الأزهر وتوصيل بيان المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ورسالة علماء الأزهر إليه. وخرج الآلاف من مؤيدي مرسي في مسيرات جماهيرية حاشدة بمدينة الإسكندرية، فقد انطلقت المسيرات من ميادين متفرقة بالمدينة، وطالب المتظاهرون بإطلاق الرئيس المعزول وعودته إلى منصبه. ومن مصر إلى تركيا وتحديدا إلى أسطنبول، حيث أعيد في مدينة أسطنبول افتتاح ضريح الصحابي أبي أيوب الأنصاري بعد إغلاقه لإنجاز عمليات ترميم وإعادة تأهيل بنائه ضمن المسجد الذي يحمل اسم الصحابي رضي الله عنه، فيما تستمر عمليات الترميم في باقي أنحاء المسجد. وأفاد إسماعيل قاونجي رئيس بلدية منطقة أيوب إن الضريح يخضع لأول مرة لهذا الحجم من الترميم وإعادة التأهيل الدقيقة منذ بناء المسجد، وأن عمليات المسح قبل البدء بالعمليات الفنية أظهرت تهتكا واهتراء في الأعمال الخزفية والخشبية، وما زال العمل مستمرا لإعادتها إلى وضعها الطبيعي. ومن تركيا كذلك، حيث تناول رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان وجبة إفطار رمضان أمس في جمعية أنصار الخيرية بمدينة إسطنبول. وكان أردوغان توجه إلى جمعية أنصار عقب انتهائه من المشاركة في اجتماع اقتصادي تقييمي، وتحدث أردوغان لدى خروجه من الجمعية مع الجماهير الذين كانوا بانتظاره خارجها.
انطلقت في عموم الولايات المتحدة الأمريكية أمس تظاهرات احتجاجية ضد قرار محكمة ولاية فلوريدا القاضي بتبرئة الشاب جورج زيمرمان قاتل المراهق الأسود ترايفون مارتن. وشهدت الولايات الأمريكية احتجاجات من نيويورك وحتى لوس أنجلوس، اعتبر خلالها المحتجون حكم المحكمة غير عادل، مرددين شعارات مناهضة للقرار من قبيل العدالة من أجل مارتن، وإن لم تكن عدالة فلن يوجد سلام. ويعتبر عسر الهضم من الأمراض الأكثر شيوعا وانتشارا في رمضان لأسباب عديدة يأتي في مقدمتها عدم الحفاظ على نظام غذائي صحي سليم. الزميل محمد الحطامي يسلط الضوء على كيفية تفادي المشاكل المتعلقة بالجهاز الهضمي خلال شهر الصوم في التقرير التالي. يعد الجهاز الهضمي أحد أهم أجهزة الجسم، فهو مسؤول عن امتصاص العناصر الغذائية وإزالة السموم. ويتعرض الجهاز الهضمي لاضطرابات كثيرة وشائعة، ف80% من الأفراد يعانون من سوء الهضم واضطرابات في الأمعاء. ويعتبر عسر الهضم من الحالات الأكثر شيوعا وانتشارا في شهر رمضان، ويحدث لعدة أسباب في مقدمتها الإفراط في تناول الطعام بعد الإفطار مع سرعة تناوله، الأمر الذي يسمح بدخول الهواء مع الطعام ما يسبب إرباكا في المعدة. لذا فإن خبراء التغذية ينصحون بالتدرج في تناول الطعام، على أن يبدأ الصائم بالإفطار على التمر لاحتوائه على الجلوكوز الذي تمتصه المعدة دون هضم، ثم يتناول الصائم بعد ذلك طعاما خفيفا من شوربة وسلطة وقطعة خبز، وبعدها ب3 ساعات يتناول الوجبة الرئيسة. وللتغلب على عسر الهضم أو تجنبه، ينصح الأطباء أيضا بعدم تناول الأطعمة التي تحتوي على توابل حارة أو حوامض والأطعمة الغنية بالدهون، وعدم الإفراط في تناول النشويات أو السكريات ومنتجات الألبان كاملة الدسم، وكذلك المنبهات التي تحتوي على الكافيين. كما ينصح الأطباء بتناول الفاكهة والخضار لاحتوائها على الألياف التي تخفف من اضطرابات الجهاز الهضمي، إضافة إلى الحبوب الغنية بالألياف كالرز الكامل والشوفان والمعكرونة ذات القمح الكامل التي تحفز عملية الهضم. أما اللبن أو الزبادي فهو غني بالبروبايوتيك، وهي خمائر تساعد في عملية الهضم وتحسن من حركة الأمعاء وتحمي من الشعور بالنفخة. وفي حال الإصابة بعسر الهضم، فيشدد خبراء التغذية على تناول مشروب النعناع وشراب اليانسون الساخن والزنجبيل الذي يخفف من حرقة المعدة، بالإضافة إلى شرب ما يقارب 8 أكواب من الماء يوميا، وتناول البقدونس والخس والملفوف للحصول على عملية هضم سليمة. بهذا التقرير الطبي ننهي نشرتنا، وبقي أن نذكركم بأهم ما ورد فيها من أنباء. مستشار رئيس الجمهورية اللواء علي محسن يستقبل السفير الأمريكي بصنعاء. ميليشيات الحوثي تعتقل 2 من شباب الثورة وتعيد نشر مسلحها حول دماج. اليوم مليونيات في عدة محافظات مصرية للصمود ضد الانقلاب العسكري. للمزيد أعزائنا بإمكانكم متابعتنا على موقع القناة سهيل.net، وكذلك التواصل على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وتويتر، ومتابعتنا كذلك على اليوتيوب. نلقاكم وأنتم بألف خير، دمتم في أمان الله.